سنحيا كراما لأوطاننا ونبني من العدل مستقبلا، نشارك تغييرنا كلنا على النفس ثورتنا أولا. الحمد لله اليوم تم اختتام مشروع الحياة بصدقة جارية عن المرحوم الشاب مرسي خالد بيصاني رحمه الله، وأدخله فصيح جناني من عاكة نوع البير الارتوازي بإشراف تراحم صنابل الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض الخوصر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البير في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لهم ورحمهم وأكرم نزلهم وعافهم وعاف عنهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. اللهم تقبل هذه صدقة وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.